بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان. أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ولشعب العماني الشقيق المزيد من التطور والازدهار، مشيدا سموه بمتانة العلاقات الأخوية البحرينية العمانية وما تشهده من نماء وتقدم على مختلف الأصعدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ضمنها سموه بالغ تهنئة له بهذه المناسبة الوطنية.